Soyez les bienvenus chez Bac Facile, toujours dans notre cours de la continuité des fonctions numériques. Les humains, je vous la dichotomie avec un exercice d'application. La dichotomie, mais qu'est-ce qu'on se fait واكثر من ذلك كاين بعض الاسئله كيقريوها كاين بعض الاسئله ما كيقريوهاش فبالتالي لما قريتيهاش في القسم ما كايناش تبرز راسك بهذا الفيديو من اسئله ومن اساسيه اللهم الا كنتي كتبريباري لشي كونكور ولا شي حاجه ولا عندك حب الاطلاع فبالنسبه للاسئله ما كيقريوش هذا الميثود ديال ديكوتومي هذا واجب انا نقولها ومن بعد نكملوا الان اشنا هي ديكوتومي وركزوا معايا باش تفهموا لي انها غير في البطل حنا كنعرفوا بانه الى عندي واحد لانتيغفال ابي مثلا عندي لانتيغفال ان دو حنا كنعرفوا انه الى تحققوا لي دوك لي تروا كونديسيون بان لا فونكسيون اف تكون كونتيني هنايا ويكون عندي اف لي ان فوا اف لي دو انفيرور زيرو يعني تكون واحد ايماج بوزيتيف وواحد نيجاتيف وتكون اف ستريكتومون كواسونت ولا ستريكتومون دي كواسونت المهم تكون ستريكتومون مونوتون كنعرفو بانه كاين واحد الفا هنايا فشي بلاصه هنايا كاين واحد الفا ما عرفناش الصورة بين واحد وجوج اللي كيحقق لنا اف دو الفا ايكال زيرو يعني الصورة ديال داك الفا كتساوي صفر لو تيوم دي فالور انترميديير ما كتسمحش لنا اننا نلقاو هذاك الفا شكون هو ولكن كتسمح لنا فقط نعرفو انه كاين هنا دابا هاد لانتيغفال الفا كاين هنا نفترض ان هاد البلاصه كبيره ياك هنا كنهضروا على لومبليتيد ديال واحد لانتيغفال واحد لانتيغفال قداش واسع يعني عندو لومبليتيد ديال واحد لانتيغفال اللي هو محصور ما بين ا و بي كيفاش كنعرفوا لومبليتيد كندير تو سامبلومون بي موا كناخذ الكبير وكنقسمو الصغير كنعرف لومبليتيد هنا لومبليتيد هي جوج موازن سامتيغ ان نفترض ان هذا تيغفال كبير وانا بغيت نضيق يعني بغيت نشوف هذاك الفا نضيق عليه بحال هكا نحاول بحال هكا كنحاول نجبد نقرب من القيمه ديالو هنا كتجي لا ميثود ديال لا ديكوتومي لا ديكوتومي شنو هي لا ديكوتومي سي ديفيزي واحد لا تيغفال بور ديميني سون امبليتيد يتخوفي يعني واحد لا فالور ابروشي او لا ابروكسيماتيفون لقى واحد لوبريتي ضيق ديال الفا اللي مازال ما فهمنيش غيفهمني دابا ملي غيشوف المثال ها الطريقه ديال هذيك الكونتوني انا خد واحد المثال يكون ظريف للناس مثلا من 0 حتى 16 بالعادي خديتها 0 16 كيفاش كنخدموا لا ديكوتومي كنفترض ان لاك الفا ماشي كنفترض انا تاكدت ان الفا كاين تما بلو تيوريم دي فالور انترميديير يعني كاين واحد لي ليمو الفا محصور ما بين 0 حتى 16 بحيث يفرز لي الفا يقل 0 نفترض ان هذا الانتيغفال جاني كبير اش كندير كنقسم على جوج كندير هذا زائد هذا نقسم على جوج كيعطيني 8 كنخدم 0 8 بوحده وكنخدم 8 16 بوحده كنحسب ليماج دو 0 تخيل انا لقيت ليماج دو 0 هي 3 و اف لي 8 لقيت باغ اكزومبل موان 2 هنا اف لي 8 هي موان 2 و اف لي 16 باغ اكزومبل هي موان 10 اذا ما يمكنش تكون الفا في هنا لان هاد لي دوز ايماج موان 2 موان 10 كلهم نيجاتيف اذا الفا ما كاينش هنا كاين هنا هذاك المسقوط الفا اللي كنقلبوا عليه لان اف لي 0 كتساوي 3 بوزيتيف اف لي 8 تيكال موان 2 اللي هي نيجاتيف كنقسم عاوتاني كندير 0 زائد 8 على 2 0 زائد 8 ديفيزي باغ 2 جو فولي بتوني 4 اذا عندي 0 4 ثم 4 جيسكا 8 وكندير عاوتاني الكالكيل دي زيماج اف لي 0 قلنا حنا 3 افترض ان اف دو 4 سي موان 1 اف لي 4 قلنا سي موان 1 و جي سوبوزي ان اف لي 8 تيكال موان 2 اذا واش هذاك الفا غادي يكون هنا لا لا حاش لي دو زيماج كلهم نيجاتيف اذا الفا ما كاينش هنا الفا كاين هنا 0 4 افترض اني بغيت باقي نضيق المجال كتقسم دونك هنا عندك جوج فلوس 0 بليس 4 سي 2 وكاين لي عندك 0 2 بويس 2 4 وكتبدا عاوتاني تحسب الصور يعني مثلا تخيل ان اف لي 0 قلنا هي 3 اف لي 2 عطاتني موان 2
Donc f li 2 هي موز 1 demi و f li 4 هي موز 1 اذا ما يمكنش يكون في هنا دونك غيكون هنا وبيمكنك عاود ثاني تقسم ولكن السؤال واش كتستمر في هذه العمليه جيسك انا فيني الى ما لا نهايه لا كيقول لك كيحدد لك الامبليتيد اللي بغا يعني كيقول لك هذاك المجال ا بي كيقول لك شحال بغا هو يكون متسع مثلا ما كيقول لك الامبليتيد 0.5 خصك ملي تدير مثلا تلقى مثلا ملي كتلقى هذا العدد هنا ا ملي تدير بي موا ا يعطيك 0.25 وتما كتحبس هذه هي لا ميثود ديال لا ديكوتومي كنتمنى انكم فهمتوها وغادي نشوفوها في هذا الاكزرسيس اللي كتبت ديجا في السبوره هنا وديك الساعه غادي تفهموا خير هنا قال لك اسيدي سوا اف لي اكس كي تيغال اكس على بيسونس 3 بلس اكس موان 1 ايغال 0 مونتخي كو اف لي اكس ايغال 0 ادمي ان سوليسيون اينيك الفا كي ابارتي على الانتيغرال 0 1 اندولي اف ايكتا بولينوم كونتيني سير ان دونك كونتيني سير لانتيغرال اللي هو 0 1 اذا لا بروميير كونديسيون ديال لا كونتينيتي كاينه غادي نكالكيلي لي زيماج هادي لا بروميير كونديسيون اف لي 0 سي كومبيان 0 0 سي موان 1 اف لي 1 ايتيغال 1 1 موان 1 دونك سي 1 اذا تحقق لي انا اف لي 0 فوا اف موان 1 inférieur à 0. Il y a la deuxième condition, elle est satisfaite. La troisième condition. La dérivée de la dit, if prime de x, la moue est d'une embrasse à la fumillon se batache, les ma'afs des dérivées, ils m'chirent, font les yaouis, d'un tout à l'autre, il y a des dérivées. Donc, if prime de x, 3x carré plus 1. Strictement supérieur à 0. Pourquoi? Car x à la puissance 2, il est positif. Fois 3 positif plus 1 positif, donc strictement supérieur à 0. Donc f' va être, f pardon, va être strictement croissante. Et donc, parce que les trois conditions sont satisfaites, il existe alpha unique hein, qui appartient à alpha unique, qui appartient à l'intervalle, qui appartient à l'intervalle 0,1, tel que f de alpha égale 0. Et cela d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc, il y a un ensemble unique, alpha qui est dans le 0, 1, qui est dans le 0, 4, 0, 5. Vous avez déjà vu la question. هذا الشيء ماشي جديد شفناه في الاجزاء السابقه الان هنا دوني ان انكادريمون الفا دومبليتي 0.25 هنا دابا فاش بقات ملي كيقول لك دومبليتي 0.25 دونك هنا خصك تخدم لا ديكوتومي لومبليتي ديال هذا المجال 0.1 واضح كتساوي واحد اش كدير كدير على هذا الكبير 1 موان 0 سي 1 اذا لومبليتي ديالو ماشي 0.25 شنو غنديرو غادي نبداو نقسمو فيه حتى نتيحو في 0.25 تفرجوا معايا في المسلسل عفاكم بغيت لي كومونتير ديالكم الا كانوا شي ملاحظات ولا شي تساؤلات باش نبقاو نجاوبو عليهم اللي كان حتى سميتو انا نشوف ما امكن نبقى نشوف لي كومونتير دونك هنا لاحظ اننا 0.1 شحال ندير غنقسمو 0 بلس 1 ديفيزي بار 2 جو في اوبتوني 1 دومي دونك غيكون عندي 0 1 دومي وغتكون عندي 1 دومي حتى 1 دونك اش درت انا خديت داك لانتيغوال 0.1 وقسمتو في الوسط غنلقى 1 دومي اذا خديت هاد لانتيغوال بوحدو وخديت هاد لانتيغوال بوحدو دونك اف لي 0 شحال هي اف لي 0 سي موانز 1 اف لي 1 سير 2 هي 1 سير 2 على بيسونس 3 1 سير 2 على بيسونس 3 بليس 1 سير 2 موانز 1 دونك
باردون درت خطا جلنا ما لا يسوء على بيسونس 3 بليس 1 سير 2 بليس 1 سير 2 موانز 1 عطاتني موان 3 سير 8 اذا واش هذا الانترفال غيبدا عندنا لا لان لقيت ليماج ديال 0 نيجاتيف وليك ماج ديال 1 دومي نيجاتيف اذا هذا ما يصلحش دونك خصنا ناخذو 1 دومي 1 ياك خصنا ناخذو 1 دومي 1 ها هو هذا 1 دومي 1 دابا الفا كاين هنا نشوفو لومبليتي ديال هذا لومبليتي ديال هذا هي 1 موان 1 دومي غادي تكون هي 1 دومي اللي هي 0.5 باقي كبيرة على لومبليتي اللي بغاوها إذا حتى باش غيدير خصنا نقسمو على جوج ديك 1 حتى ل 1 دومي 1 دومي حتى ل 1 خصنا نقسموها على جوج كي كدير 1 دومي بليس 1 ديفيزي سير 2 غادي تلقى سيدي 3 سير 4 2 سير 2 3 سير 2 دونك غتلقى 3 سير 4 هي هادي إذا غادي تكون عندك هنا 3 سير 4 خلاص إذا يكون 1 دومي حتى 3 سير 4 و 3 سير 4 حتى 1 دونك عاوتاني اون فاكالكيلي لي زيماج ليماج ديال 1 سير 2 قلنا هي موان 3 سير 8 غنشوفو ليماج 3 سير 4 دونك 3 سير 4 ا لا بويسونس 3 بليس 3 سير 4 موان زان طب يا سيدي 11 سير 64 3 سير 4 على بويسونس 3 بليس 3 سير 4 موان زان اذا هذا انترفال مزيان لان هذا نيجاتيف وهذا بوزيتيف عندي اف لي 3 سير 4 هي 11 على 64 و اف دو 1 اف دو 1 هي 1 دونك لاحظوا ان جوج بوزيتيف هذا ما يصلحش دونك اجي نشوفوا هذا الانترفال واش وصلنا لهاد لومبليتي الا ما وصلناش خصنا نقسموا على ثاني 3 سير 4 موان 1 دومي هي 3 سير 4 موان 2 سير 4 توحيد المقام غتعطيني 1 سير 4 1 سير 4 هي 0.25 صافي فينيتو اذا غتقول لي الفا راه ينتمي الى ابارتيان الانترفال 1 دومي 3 سير 4 اي لومبليتي ديال هذا الانترفال سي 0.25 كنتمنى انكم فهمتوا اذا صدر الامر ممكن ندير ان اوتر اكزومبل في ان اوتر فيديو وصلت معكم فاسيتو حيكم وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.